هذا المصيبه بيتقدم بيها وبيسلمها لمحسن وبيسلمها محسن وماشي بيها محسن بيصلحها لماجد بيجري ماجد داخل 18 بيجري ماجد داخل 18 بيحاول يعدي بيعدي ضربه جزاء بلانتي برافو ماجد تحرك وحس انه لازم يتحرك لانه محسن كان بيتحرك لوحده دخل وعمل مجهود ودي عادة لها اهو شايفين ماجد شايفينه داخل اهو بيعدي من واحد بيعدي من الثاني لكن بيضربه ادمير وضربة جزاء لصالح المنتخب السعودي هيلعبها ماجد عبد الله هل يسجل ماجد اول هدف اولمبي في تاريخ الكرة السعودية جيلمار حارس البرازيل الدولي ماجد عبد الله لاعبنا الدولي بيتقدم عليها وبيحطها بالجول وجول بيسجله جول بيسجله ماجد عبد الله اول هدف اولمبي في تاريخ الكره السعوديه بيحرزه هداف اسيا وهداف العرب في دقيقه 23 من و20 ثانيه من شوط المباراه الثاني لتصبح النتيجه هذا ماجد عبد الله مجهود واول ما تحرك ماجد ودخل ال 18 تحرك يمين وتحرك شمال